بعروض فولكلورية متنوعة تعبر عن ثقافة كل منطقة، من الزرنة والغيطة إلى رقصات حرب توارق، ووصولاً إلى استعراضات الخيل والبارود وعروض متنوعة استقطبت آلاف المواطنين والسياح وأعادت الحركية الثقافية والسياحية مع انطلاق المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية من ولاية غردايا. السياحة الصحراوية هو نوع من الاقتصاد الوطني، احنا نهتموا به ونعطوها أهمية كبيرة كبيرة لمهرجان السياحة في الصحراء. وما يخفاكمش باللي الصحراء واسعة تاعنا وعامرة، عندها عدة مواقع أثرية، عندها مناظر خلابة. اليوم راهم استبشروا خير، السياحة رجعت لغردايا، السياح الأجانب راهم في غردايا والحمد لله، وفيها خير إن شاء الله، مستقبل ظاهر. سياح من خارج الوطن أبدوا إعجابهم بمختلف العروض الشعبية والثقافية المقدمة في المهرجان. إنها المرة الأولى لي في الجزائر وأول مرة أحضر تظاهرة مذهلة مثل هذه، إنه فعلا لأمر رائع. Je trouve fantastique de voir toutes ces différentes ethnies au niveau du tourisme saharien. J'ai évidemment quelques petites questions sur chacune des tribus et j'aurais voulu savoir un petit peu plus sur l'histoire de chacune de ces tribus. إعادة مجد السياحة الصحراوية من خلال مثل هكذا مهرجانات تعيد الحركية والديناميكية في الولايات السياحية الصحراوية التي تسخر بمقومات كبيرة تشعل منها أقطاباً سياحية.